يعتبر مسلسل لن أعيش في جلباب أبي واحدا من أفضل المسلسلات الهادفة التي أنتجها التلفزيون المصري حتى اليوم. عرض المسلسل لأول مرة في شهر رمضان 21 يناير 1996 محققا جماهيرية كبيرة في الوطن العربي. يحكي المسلسل قصة رجل محطم اسمه عبد الغفور البرعي، يبدأ العمل عند وكالة الحاس سردينا، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينا وإدارة عمل خاص به حتى يصبح من أغنى وأهم تجار البلح في مصر. تعالوا معنا لنشاهد أبطال مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. لن تصدقوا كيف أصبحوا اليوم بعد مرور 28 سنة من عرضه. ولا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. الممثل محمد جابر محمد عبد الله المشهور فنيا بنور الشريف هو من مواليد سنة 1946 في القاهرة. لعب دور الحاج عبد الغفور البرعي تاجر الخردة الثري في وكالة البلح. توفي نور الشريف سنة 2015 بعد معاناة مع سرطان الرئة. الممثلة المصرية عبلة كامل هي من مواليد سنة 1960 في القاهرة. لعبت دور فاطمة كشري زوجة عبد الغفور البرعي وأخت سيد كشري، وهي نموذج للزوجة المطيعة لزوجها والتي كافحت معه وصبرت حتى تحسن وضعه. مؤدي الأصوات والممثل المصري معوض إسماعيل هو من مواليد سنة 1982 في القاهرة. لعب دور ابن عبد الغفور البرعي عبد الوهاب في مرحلة الطفولة. الممثل المصري محمد رياض هو من مواليد سنة 1970 في الإسكندرية. لعب دور ابن عبد الغفور عبد الوهاب في مرحلة الشباب. الممثلة المصرية ناهد رشدي هي من مواليد سنة 1956. لعبت دور سنية الابنة الكبرى للحاج عبد الغفور، تتزوج من نبيل ابن الوزير ثم من عبد المنعم ابن الحاج بدوي. الممثلة المصرية وفاء صادق هي من مواليد سنة 1970 في القاهرة. لعبت دور بهيرة الابنة الثانية للحاج عبد الغفور، تتزوج من إبراهيم ابن محفوظ سردينا. الممثلة المصرية منال سلامة هي من مواليد سنة 1970 في القاهرة. لعبت دور نفيسة الابنة الثالثة للحاج عبد الغفور، تتزوج من خضير ابن خالها سيد كشري. الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك هي من مواليد سنة 1975 في القاهرة. لعبت دور نظيرة الابنة الصغرى للحاج عبد الغفور. الممثلة المصرية إيناس مكي هي من مواليد سنة 1973 في الجزائر. لعبت دور أمينة زوجة عبد الوهاب الأولى، وهي طبيبة أسنان أمريكية الجنسية. الممثل الكبير رشوان توفيق هو من مواليد سنة 1933 في محافظة بني سويف. لعب دور الوزير مصطفى عبد المطلب، كان وزيرا في الحكومة ثم أحيل على المعاش. الكاتبة والممثلة المصرية كوثر العسال هي من مواليد سنة 1939. لعبت دور درية زوجة الوزير مصطفى، توفيت سنة 2013 بعد صراع مع مرض السرطان، رحمها الله وأحسن إليها. الممثل المصري ياسر جلال هو من مواليد سنة 1969 في الإسكندرية. لعب دور نبيل ابن الوزير والزوج الأول لسنية ابنة الحاج عبد الغفور. الممثلة المصرية عبير عادل هي من مواليد سنة 1969. لعبت دور ميرفت ابنة الوزير الوحيدة والمدللة.
الممثل المصري مخلص البحيري هو من مواليد سنة 1943، لعب دور سيد كشري شقيق فاطمة كشري، توفي سنة 2001 بعد حادث مرور أليم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الممثلة المصرية سهير الباروني هي من مواليد سنة 1937، لعبت دور فتحية زوجة سيد كشري، توفيت سنة 2012 إثر سكتة قلبية حادة، رحمها الله وجعلها من أهل الجنة. الممثل المصري نادر حسن هو من مواليد سنة 1978، لعب دور خضير ابن سيد كشري وزوج نفيسة ابنة الحاج عبد الغفور. الممثلة المصرية المعتزلة مي محمد سعيد هي من مواليد سنة 1978، لعبت دور فاطمة ابنة سيد كشري وزوجة عبد الوهاب الثانية. الممثل المصري فاروق الرشيدي هو من مواليد سنة 1942، لعب دور فهيم أفندي مساعد الحاج عبد الغفور، توفي سنة 2017 بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. الممثل الكوميدي المصري سيد حاتم هو من مواليد سنة 1948، لعب دور حمامة صبي القهوة بوكالة البلح، توفي سنة 2002 إثر أزمة قلبية، رحمه الله وأحسن إليه. الممثل الشهير بأدوار الشر سيد صادق هو من مواليد سنة 1945، لعب دور المعلم سالم أبو خيشة أحد كبار التجار بوكالة البلح. الممثل المصري عثمان محمد علي هو من مواليد سنة 1935، لعب دور الحاج بدوي وهو أيضا من كبار التجار في وكالة البلح، توفي في 12 نوفمبر 2023 بعد أشهر من إصابته بجلطة في المخ، رحمه الله وأحسن إليه. الممثل المصري خليل مرسي هو من مواليد سنة 1946، لعب دور الرئيس مرسي كبير العمال بوكالة الحاج إبراهيم سردينة، توفي في الولايات المتحدة سنة 2014 إثر نوبة قلبية، رحمه الله وأحسن إليه. الممثل النجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة هو من مواليد سنة 1934 في دمياط، لعب دور الحاج إبراهيم سردينة أحد كبار التجار بوكالة البلح. الممثل المصري مصطفى متولي هو من مواليد سنة 1949 في كفر الشيخ، لعب دور محفوظ سردينة الذي يتعمد إذلال وإهانة عبد الغفور عندما كان فقيرا، توفي سنة 2000 بعد أزمة قلبية مفاجئة، رحمه الله وأحسن إليه. الممثل المصري خالد العيساوي هو من مواليد سنة 1970، لعب دور إبراهيم ابن محفوظ سردينة من زوجته الأولى فوزية. الممثلة المصرية صفاء الطوخي هي من مواليد سنة 1964، لعبت دور فوزية زوجة محفوظ سردينة الأولى. الممثلة المصرية من أصول لبنانية مروى الخطيب هي من مواليد سنة 1959، لعبت دور لولا زوجة محفوظ سردينة الثانية. Free and dive into the sky, hear the wind crying.